قصر باكنغهام الملكي. يعود تاريخ بناء قصر باكنغهام إلى أوائل القرن الثامن عشر، ومنذ ذلك الوقت استمرت التعديلات عليه تدريجياً، فكانت حصيلتها القصر الفاخر الذي نعرفه اليوم. في البداية كان عبارة عن منزل بناه الملك جورج الثالث لزوجته شارلوت، ليشرع الملك جورج الرابع بتحويل هذا المنزل إلى قصر في عام 1826 بمساعدة المهندس المعماري جون ناش، حيث تم تحديد ميزانية لإجراء هذه التعديلات بعد موافقة البرلمان لتصل إلى نصف مليون باوند، لكن الزمن لم يسعف جورج الرابع لاستكمال القصر والانتقال إليه، فقد وافته المنية ليستلم هذه المهمة ويليام الرابع. كانت الملكة فيكتوريا أول من أقام في قصر باكنغهام من ملوك بريطانيا وملكاتها عام 1837 بعد 3 أسابيع فقط من اعتلائها العرش، فأصبح يعرف منذ ذلك الوقت بالقصر الملكي البريطاني. تم إنشاء تصميم جديد في عام 1913، استغرق حوالي 12 شهراً للتحضير قبل أن تبدأ أعمال البناء التي تضمنت إزالة الأعمال الحجرية القديمة، واستمرت 13 أسبوعاً. يضم القصر اليوم 775 غرفة، بما فيها 19 غرفة رئيسية تستقبل الزوار لمدة 10 أسابيع كل صيف وفي تواريخ أخرى معينة. وتعتبر شرفة قصر باكنغهام هي الأشهر في العالم، حيث سجل أول ظهور للشرفة الملكية عندما صعدت الملكة فيكتوريا إليها خلال الاحتفالات بافتتاح المعرض الكبير. لذا يعتبر القصر مكاناً للأحداث والاحتفالات الملكية، من الترفيه عن رؤساء الدول الأجنبية إلى الاحتفال بالإنجازات. ويزور القصر أكثر من 50,000 شخص سنوياً، كمدعوين إلى ولائم، حفلات استقبال، أو حتى احتفالات الحديقة الملكية. اليوم يعد قصر باكنغهام مبنىً مهماً ومحور الملكية الدستورية في المملكة المتحدة ومحط أنظار الجميع.